بمخالفات أحوال الطقس في جنوب الوطن بعد النشرية الخاصة التي أصدرتها أمس مصالح الأرصاد الجوية، حيث شلت الكميات الكبيرة من الأمطار التي تهاطلت على ولاية ورقلة، شلت حركة المرور بسبب ما خلفته من تجمع كبير المياه الراكدة، ويعود ذلك إلى انسداد البلوعات كما نتابع هذه البلوعات المخصصة لتصريف مياه الأمطار. مشاهد للأسف تتكرر في كل مرة مع التهاطل الكبير للأمطار، تكشف بذلك عيوب المشاريع وتفضح سياسة البريكولاج المنتهجة، وقد خلفت هذه الحالة استياء كبيرا وسط المواطنين. المزيد في ميكروفون موسى بنساسي. طرقات يعني ما كاش حتى شبكة صرف تصفية المياه، شبكة صرف صحي كما نشوفوا. الرصيف ماهوش مريقل، الطريق ماهيش مريقلة، يعني كاين تجار هنا يخدموا، كاين تجار ما يقدروش يحلوا محلاتهم، ما كاش الناس كاش توصل لها.